مركز استقبال التوافديين ودعمهم بأنشطة مندمجة، تنظيم أنشطة تربوية وترفيهية لصالح رياض الأطفال التابع لنفس المركز، دعم مراكز إيواء الأطفال المتخلى عنهم والمسنين والأشخاص بدون مأوى. المحور الثالث كان هو من أجل عرائس متفاعلة مع معايير النجاعة والحكامة. الأنشطة اللي اقترحناها وهي خلق مكتب مواطن، رقمنة الإدارة وتوفير العتاد المعلوماتي، رسم خريطة تكوين لتقوية قدرات الجهاز المسير والجهاز الإداري. المحور الرابع والأخير كان هو العرائس قطب صناعي وخدمات واعي. الأنشطة المقترحة هي خلق أنشطة متعلقة بالتسويق الترابي، معارض، روبورتاجات وإلى آخره. وشكرا. مساء الخير. دوري كنرحب بالسيده ممثله الولي العام للجمعيه الترابيه، وكذلك بالسيده ممثله جمعيه امبار. الساده الحضور الكرام، السيده الوالده القديس، مرحبا ونشكرك على التواجد ديالك دائما معنا في نوع هذا الانشطه، وكذلك السيده رئيسه اللجنه والاخت كاتبه المجلس، الساده الاعضاء والاخوان الموظفين ديالنا، والسيده رئيسه الهيئه وكل اعضاء. انا نتفاعل شويه مع المحاور ديال الحكومه المنفتحه. انا اعتقد احنا بايماننا في جامعه العريش بالمشاركه المواطنه، فانا اعتبر هذه المحاور فهي مقترح محاور ليست بمحاور نهائيه، فلهذا انا كنتمنى ان اليوم انه يخرجوا المحاور يجيبوهم الاخوان في الورشه، وكذلك حتى الانشطه اللي ممكن انها تسطر كبرنامج عمل ديال هذا، لانه انا اتذكر ان كنا كنناقشوا انا والاخت سميه والاخ المدير السابق في المحاور، كان يمكن شويه ديال الزحمه ديال الوقت، وكنا مازال في طور المراحل الاولى ديال بلوره المراحل ديال اعداد برنامج عمل الجماعه. فلهذا ما تشدوش هذه المحاوركم كيف ما هي والانشطه اللي فيه كيف ما هي. فلهذا انا كنطلب من الاخوان اللي في وسط الورشه انهم يتفاعلوا مع المحاور من ديلو ديبار، لانه احنا مستعدين انه نتعامل في المحاور كامل حتى الانشطه، لان حاليا دابا برنامج العمل الجماعه هو جاهز تقريبا بالمصفوفات المشاريع ديالو كامل. عندنا خمسه ديال المحاور، كاين قاس واحد المحور الاساسي تما هو جماعه العرائش، عرائس جماعة مواطنة ومنفتحة، هذا المحور الخامس اللي كاين في برنامج عمل الجماعة. ما كيتبرورش هنايا، في واحد المجموعة ديال الأنشطة، واحد المجموعة ديال زاكتيفيتي، ونبغي نشير واحد المسألة بأنه جماعة العريش سباقة على مستوى جماعة العريش، كتوفر على ميثاق ديال المقاربة التشاركية، كنقولوا أنه كان إحدى نقط ديال جدول الأعمال في أحد الدورات السابقة، وجماعة توفر على ميثاق المقاربة التشاركية اللي كنعملوا جاهدين في الإدارة ديال جماعة العريش على التفعيل ديالو. وخير دليل على ذلك هو مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الأنشطة دارتها الجماعة مؤخرا، ونذكركم بالنقاش الدائر حاليا على مستوى جماعة العريش فيما يخص هيئة الشرطة الرئيسية، وعلى مستوى الاستماره اللي تحطت في المواقع في الموقع ديال الجماعه، اللي وصلنا تقريبا واحد 600 اكثر من 600 استماره. كذلك تلقينا واحد المجموعه ديال العرائض اللي فيها الشروط ديال تقديم العرائض، وتم التدارس ديالها في المكتب ديال المجلس، وتم استدعاء اخوان طالبي العرائض وكذلك مقدمي المقترحات، وتم عقد الاسبوع الفارط مجموعه ديال اللقاءات مع المعنيين، وتم تسجيل جل المقترحات اللي اعتبرها انها مقترحات جيده اللي غتعاون المجلس في الترافع على مستوى مع باقي المتدخلين في هذا المشروع اللي هو مهم، اللي ماشي هي الجماعه بوحدها اللي هي شريك فيه، ولكن هناك باقي المتدخلين. فلهذا انا بغيت نضيف على اللي قالت الاخت سميه، هو ان هذه المحاور هما هذو، ولكن راهم ماشي ديفينيتيف، يعني قابلين للنقاش والتفاعل وكذلك الاغناء من طرفكم. وشكرا.